في الفيديو هذايا باش تتعلموا كيفاش تدرسيو القطوس متاعكم مرحلة بمرحلة. في الدريساج ولا التدريب يلزم ديما بارشا دي ريكومبونس اللي هما دي فرياندز، تروف جبن مقصوصين صغار ولا تروف جامبون ولا حتى دي كروكيت اللي باش يخليو القطوس متاعك موتيفي ويتجاوب معك. ننصحكم تختاروا بقعة كالم ما فيهاش برشا حس، ما فيهاش برشا عبيد، وتشوفوا القطوس متاعكم مركز ولا مش مركز، وبيان سور يلزم برشا وسع بال. وباش تعاودوا برشا مرات بنفس الكلام، نفس الصوت ونفس الحركات. عطروس القطوس اللي معايا واللي هو قطوس بنتي ما كانش يعرف يعطي يده، والغزولتا اللي وصلنا له دام التدريب متاعه الكل في الكل 15 مينوت. تلاحظوا اللي انا براتيكمون ما نتحركش بالكل، ديما يدي اللي فيها الريكومبونس تبدا الفوق نوريها له والا نشمو الريكومبونس، ويدي الاخرى نمد صبعي ونقول له بات، ونستنى حتى لين هو يمس بيدو يدي والا صبعي، وقتها نعطيه الريكومبونس. القطوس يفهم وبودا مومون ويربط كعبة الكروكيت بحاجة هو يعملها وإلا يمسها. وإذا كان القطوس متاعك تلهي في حاجة أخرى ولا ما عادش مركز، وقتها يفو ميو أغيتي إي ريبروند بعد أون بوز. بنفس الكلام، نفس الصوت ونفس الحركات. وقت اللي يفهم القطوس ويربط اللي هو يلزمه يعمل حاجة وإلا يمس حاجة باش أنا نسيب له كعبة الكروكيت، يولي يجرب يجرب حتى لين ينجح، وأنا باش نوريه ونوجهه وقت اللي يغلط، وسورتو نشجعه وقت اللي ينجح. وبالتدريب بالموتيفاسيون والريبيتيسيون يقرب القطوس بشوية بشوية للسلوك اللي أنا نحب عليه، ويولي ينجح بخاس كل مرة، وهذا يتسمى الكونديشنمان أوبيران. انتوما زادا تنجموا تبداو من توا ترينيو لقطات سمتاعكم وتعاودوا الاكزرسيس هذايا مرتين ثلاثة مرات في النهار لمدة جمعة باش نقدموا مع بعضنا، وما تنساوش باش تبعثوا لي الفيديو متاعكم.